عبد الصمد، يعني لقاء نقدر نقول به بطولي بالنسبه لك، توجتوا يعني بانتصار بتاهل الدور الثالث. انتصار غيكون عنده بطبيعه الحال انعكاس ايجابي على الفريق وباش تقودوا يعني المباريات المقبله. بالنسبه لك يعني كيفاش جا هذا الانتصار وسر التالق ديالك في هذه المباراه هذه؟ والحمد لله، كما شكرا بعد على الاستضافه، والحمد لله بفضل المجهودات نتاع المدرب اللي صراحه تيقو معنا بمجهودات اللي جباره، اللي كيواكب لونطريمون بشكل رائع الحمد لله. وهذا بفضل المجهودات ديالو قدرنا نحققوا نتيجه الفوز بفضل ديال المجهودات نتاع الدراري هادو كاملين، لانه الدراري خصنا اي واحد شي خصهم يتعطاو واحد شويه ديال الثقه، وراه كون على يقين باللي راه غادي يزيدوا بالمولوجيه، حيتاش ما كايناش الثقه ما عطيش الدراري الثقه، تعطى الدراري شويه ديال الثقه راه الحمد لله غادي نمشيو في لاكورس مزيان. واخا لاكورس ما كيبينش باللي، ولكن هاد الدراري راه كيتقاتلوا كيعطيو اللي في جهده، وهذا الشيء اللي كاين. والسر ديال التالق ديالك شنو هو اليوم؟ الشريف الشريف كان التركيز الحمد لله عالي شويه من البارتي ديال الماتش، الحمد لله دخلنا في الماتش، وبفضل ديال الكوتش الشريف اللي حتى هو الله يعطيه الصحه اللي كيخدم معنا وكيسهر معنا، وهذا الشيء اللي كاين. وشكرا بزاف. نتمنى لك استمرار يا خويا عبد الصمد. برافو، الله يعطيك الصحه. برافو.